بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد من الفيوم. النهاردة زي ما انتم شايفين كده الفيديو الثالث اللي بصوره من ساعة ما بدأت التجربة. الفيديو ده طبعا حبيت ان انا اصوره طبعا عشان اوريكم المشروم بعد ما طلع، وانا اصلا ما كنتش متخيل ان هيطلع معايا مشروم، بس الحمد لله يعني زي ما انتم شايفين كده المشروم بيطلع. والانتاج طبعا انا بدات اقطف، هتلاقوا في اكياس برضو فاضيه وفي اكياس اصلا هي كانت فاضيه، يعني مش انا اللي اقطفها. فطبعا الانتاج زي ما انتم شايفين كده المشروم الحبايه لونها ابيض اهيت، ما فيش اي مشاكل ولا اي اصابات. كل المشكله بس اللي ممكن تكون قابلتني ان ممكن تكون طبقة المشروم طبقة البطمس كانت كبيرة شوية فأخرت مع الإنتاج، والمشروم طالع من تحت. يعني المفروض الحباية بتنمو من فوق، أنا الحباية بدأت من البطمس من تحت، فبيجي عليها شوية بطمس على الوش كده بيبقى إيه موجود عليها، فده طبعا إيه ما بيبقاش كويس، يعني بيخلي اللون يتغير شوية. فلازم برضو نخلي بالنا من موضوع الايه كمية البطمس اللي بتتحط اللي بنغطي بيها يعني. واهم حاجة برضو ان تخلي وش الكمبوست من قبل ما تغطي يكون متساوي، يعني ما يبقاش فيه عالي وواطي، لان لما بتحط بطمس بتلاقي في اماكن عالية والبطمس فيها قليل، واماكن اللي هي اللي واطية شوية بتلاقيها خدت بطمس كتير فبتعمل خلل يعني. فأهم حاجة نخلي بالنا منها برضو ساعة ما نيجي نغطي يا جماعة، إن احنا يكون وش البطمس وش الكمبوست متساوي، يكون وش الكمبوست قبل ما نغطيه في نحط عليه البطمس يبقى متساوي. نخلي الطبقة بنظبطها بإيدينا كده بحيث إن هي تبقى مظبوطة بقدر الإمكان، عشان لما نحط عليها طبقة البطمس تبقى برضو الطبقة موجودة من الجنب ده زي الجنب ده زي في النص، كلها تبقى سوا واحد، ما يعملش معايا ايه دروب، لان كنت بلاقي اماكن ظهر فيها المشروم في الاول كده الخيوط البيضاء بدأت تبان فيه، وده طبعا ايه قبل ما افتح التهوية بيموت. فاحنا عشان نضمن ان نطلع انتاج كويس برضو لازم نخلي بالنا من الجزئين. الجزئية التانية برضو موضوع الري، معلومة برضو لسه عارفها من شوية من الاستاذ احمد. شايفين كده مشروم طالع كويس، طبعا بنشيل الجدر اللي هو بالمقص ده اللي هو فيه آثار البطمس، بيتشال بالمقص و بيتشال بسكينة، مش بمقص، بيتشال بسكينة، سكينة تكون نظيفة يعني، وبنحطها في الطبق زي ما انتم شايفين كده. برضو انا كنت بدأت اجمع بس قلت اصور الفيديو الاول قبل ما اجمع. ده شكل المشروم اهو بعد ما حطيناه في طبق بيشيل 200 جرام، هو طبق ربع يعني طبق فيل، طبق فوم ربع كيلو بتشتريه تقريبا بالمية، يعني المية طبق مثلا ب 17 جنيه كده على حسب المكان. وطبعا الاسترتش بيبقى فيه استرتش برضو مخصوص للمشروم، سعر البقرة اللي هي النظيفة حوالي 350 جنيه، وبتبدأ توزن 200 جرام وتحط مثلا 10 أطباق في الكرتونة وبتبدأ تسوقها. دي طريقة التسويق المتعارف عليها في المشروم في جميع أنحاء الجمهورية. الكرتونة بتشيل 10 أطباق، الطبق حوالي 200 جرام، يعني الكرتونة بتشيل 2 كيلو. سعر الكيلو دلوقتي بيتراوح تقريبا من 70 ل 75 جنيه، ده سعر الكيلو. بيبيع كرتونة ب 150 ب 140 على حسب يعني. بس فطبعا برضو من احد المشاكل اللي واجهتني برضو زي ما بقول اللي هي ان كمية المشروم اللي انا جايبها كمية الاكياس كمية مش كبيرة لان دي تجربة. فمن العوائق برضو اللي بتقابلني ان الانتاج بيبقى قليل، فعدد الكراتين معايا مش بيبقى كتير، فطبعا التسويق بيبقى صعب بالنسبة لي او مكلف، بحيث ان انا لو مثلا هنقله لمكان بعيد او كده
في سوق مثلا زي سوق العبور، لو انت بعيد عن سوق العبور هتبقى مشكله. فانا بحاول اتغلب على المشكله ديت ان انا بسوق المشروم في الفيوم، يعني للمطاعم، للمحلات اللي هي الهايبرات الكبيره اللي هي ببيع المشروم، بحيث ان انا اتغلب على مشكله التسويق دي في التجربه يعني. لكن ان شاء الله بعد ما الكميه تزيد ونزود عدد الاطنان، يعني مثلا ما انا بدأ بطن الا ربع، اجيب مثلا 2 طن 3 طن، ممكن هيبقى الانتاج كبير في الاطفه، فيبقى الموضوع ايه اسهل في التسويق شويه. بس ده الفيديو اللي انا حب احمد عن طريق اتصال تليفوني بيه يعني، فكنت بساله عن موضوع الري، قال لي والحبايه كبيره ما ينفعش ان انا اروي يعني، لان الميه هتبقى غلط على المشروم وهو طالع، ممكن تعمل معايا اصابه فيه او بتخلي مثلا حبايه تصفر. فانا كده هبدا اقطف المشروم، الحبايات الكبيره يعني هبدا اقطفها، وابدا ايه بعد كده بعد ما اقطف ابدا اروي الحبايات اللي هي موجوده، زي الحبايات الصغيره زي كده مثلا، زي كده مثلا اخد الحبايه الكبيره واخلي الحبايه الصغيره دي مثلا مشروم لسه صغير خليه نديله ميه عادي. تمام. بس ده بالنسبة للفيديو اللي انا حبيت ايه اصور لكم فيه الانتاج. طبعا بمجرد ما بنفتح الهواء بنبدأ يعني، خلاص بدأنا مرحلة الانتاج وفتحنا الهواء، لازم نخلي بالنا من جزئية مهمة جدا، هي درجات حرارة الكمبوست. بمجرد ما بنفتح الهواء لازم كل يوم بنقلل درجة في درجة، لحد مثلا لو الكمبوست كان عندنا درجة حرارة 24 بنبدأ ننزلها لحد 20 و19، وعلى قد ما بنقدر ننزل بننزل يعني. بس أنا التكييف عندي كان آخره 18، فبتعامل معاه على الموضوع ده يعني. فاحنا برضو نخلي نراعي واحنا بنجيب التكييف ان يكون مساحته تغطي اكبر من المكان الموجود، لان في فترة التهوية بيبقى فيه شفاط شغال، والهواء اللي بيدخل ده هواء ممكن يبقى هواء سخن، فبيسخن الاوضة وبيخلي التكييف مثلا لو ضعيف مش هيقاوم معك درجة الحرارة. فاحنا برضو لازم نهتم بموضوع التكييف، ان احنا نجيبه درجة حرارته، نجيب تكييف قدرته عالية عن المساحة اللي انت بتشتغل عليها. يعني عندك المساحة مثلا انا جايب تكييف 2.5 على مساحة 18، لا يفضل ان انا اجيب 3 حصان احسن. تمام. دي برضو جزئية حبيت ان انا انبه عليها، لان الموضوع ده برضو كان عامل معايا عائق واكيد هيأثر على الانتاج. بس هو ده الفيديو اللي حبيت اوضح فيه المشروم بعد ما طلع، وبرضو ممكن اديكم نبذة ازاي بنقطف. ده شكل المشروم اهوت، وبنروح لفينها شوية كده وبتطلع معانا. اللي انا حبيت اوضح فيه برضو المشاكل اللي قابلتني، وان شاء الله لو في اي جديد تاني في الاطفة التانية مثلا ممكن نصور برضو فيديو تاني، نشوف برضو شكل الاطفة التانية الفلاش التاني يعني، والله المستعان يعني. واتمنى ان الفيديو يكون فاد الناس او الناس تستفيد منه، وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.